أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الخميس 20 مايو لعام 2021، وحلقة جديدة قصيرة مثيرة من سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، وموضوعها الأساسي 20 سؤال هام حول اللقاحات. ولكن دعنا أولا نناقش ثلاث نقاط مختصرة قبل أن ندخل في جوهر الحلقة. واحد، ملخص الحلقة الماضية، وهو كيف ومتى سيتم القضاء على وباء COVID-19. قلنا كيف، إن الوسيلة الوحيدة للقضاء على وباء COVID-19 هو بالتطعيم للوصول إلى مناعة القطيع. وعشان نوصل مناعة القطيع ده بيعتمد على سهولة العدوى، فمثلا في الحصبة بنضطر نطعم 94% من البشر عشان نقضي على الحصبة. في حالة الكوفيد-19 بنضطر نطعم من 60 إلى 75% من البشر للحصول على مناعة القطيع. طيب في الحالة دي هيتحول وباء من بانديميك إلى انديميك. بانديميك يعني وباء عالمي بيصيب أعداد كبيرة في معظم دول العالم، إلى انديميك يعني مرض متوطن بيتفشى في مجموعات صغيرة في مناطق متناثرة في دول العالم بين الحين والحين، وهيقعد بقى في الحالة دي مش مدة قصيرة، مش سنوات، قد يظل لعقود أو لمدة يعني ربنا هو الأعلم بها. قد تصبح مثل الإنفلونزا يصبح يعني موجودة معنا على طول. أما متى سيتم الانتهاء من هذا الوباء؟ فقلنا ده اعتمد احنا هنصل لمناعة القطيع امتى. طبعا في العالم الاول بسبب الثراء وبسبب توافر اللقاحات هيوصلوا هذا الكلام بنهاية عام 2021. العكس في دول العالم الثالث لنقص اللقاحات ونقص الامكانيات، من المنتظر ان نصل اليها باذن الله في نهاية 2022. دي كانت النقطة الاولى. النقطة الثانية، لماذا نجحت الصين فيما فشلت في دول العالم الأول الأكثر تقدما وهي احتواء الوباء؟ احنا عندنا الصين 1.4 مليار من البشر، ومع ذلك الإصابات اليومية لا تتخطى 2 ديجيتس، يعني أقل من 99 إصابة في اليوم. كان من عدة أيام كان 12 إصابة في الصين، بينما في دول العالم الأول 5 ديجيتس، 5 أرقام. في ألمانيا من بضع أيام كان 11,000، في إنجلترا في أمريكا كانت 30,000. لو خدنا حتى الهند في المقارنة، بس الهند مش دول عالم أول، بنلاقي عندها 6 ديجيتس، 6 أرقام، 400,000 في اليوم إصابات. طب إيه السبب؟ في سبب إيجابي وسبب سلبي. نبتدي بالسبب الإيجابي، إن الصين عندها نظام صحي وقائي قوي ومترابط. وده جه منين؟ ان هم تحذروا في السارز 1، حصل سارز 1 في نوفمبر سنه 2002 وانتهى في مايو 2003. كان عدد المصابين في العالم كله في حدود 8000، اتكلمنا عليه قبل كده، وعدد الوفيات كان 800 وفاه، كان 65% منهم في الصين. فالصين تعلمت الدرس انها تتحذر للاوبئه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فعملت نظام صحي وقائي رهيب. فمثلا اول ما حصل هذا الوباء في سنه 2019 راحت قافله مدينه ووهان، يعني عزلت 11 مليون، وبعديها عده مدن عزلت 50 مليون، تصور، وعملت مستشفيات ميدانيه احتوت كل المرضى المايلد حتى او المودريت كيسز، اي عيان موجود في المستشفى لا يخالط احد، وحتى المخالطين اللي حصل انهم خالطوا تم مراقبتهم مراقبه جامده جدا، والاجراءات الاحترازيه اتخذت. الصين بتتميز يعني في الحكم بصرامه فاشيه، مفيش هزار، العكس تماما حصل في دول العالم الاول. وتعالى اديك مثالين. في الولايات المتحدة ترامب سنة 2020 السنتر اوف ديزيز كنترول اند بريفنشن كان الميزانية بتاعته 693 مليون دولار. تصور سنة 2020 مع بداية الوباء قرر خفضها.
كان الولايات المتحدة عندها في الصين 10 علماء أمريكان، وعندها 40 عالم صيني بتدفع لهم مرتبات، ليه؟ عشان يعملوا مراقبة دولية للأوبئة، عشان أما يظهر أي وباء يمنعوا قدومه إلى الولايات المتحدة. ترامب خفض الميزانية فانتهت، بدل ما في 10 أمريكان في الصين بيراقبوا بقى في واحد بس. تعال اتفرج بقى، كندا من سنين قفلت المعمل الوحيد اللي بينتج لقاحات، فأصبحت كندا تيكر اند نوت ميكر، تأخذ ولا تصنع، فبالتالي في أزمة لقاحات. يعني باختصار شديد في العالم الأول كان بقى النظام الوقائي، الوقاء الصحي بالعكس ضعيف ومتفكك. ده السبب الأول. نيجي سبب سلبي بقى، إن الحقيقة الصين لما حصل وباء حجبت المعلومات عن العالم تماما، لدرجة إن رئيسهم اللي هو شي جين بينج اختفى بيتكلمش في أواخر 2019، وأول طبيب شهيد مات من كوفيد 19 اللي هو اسمه لي وينج لينج، ده حاول يتكلم يقول يا جماعة الوباء بينتقل من بشر لبشر، أخرسوه تماما، والإعلاميون سكتوهم تماما، حجبوا المعلومات على العالم. مش كده وبس، وبينما منعوا السفر بين الولايات الصينية سمحوا بالسفر لكل بلدان العالم لينشروا اللي بسميه وباء الطائر في معظم دول العالم، وتواطأت معهم عمدا أو يعني جهلا منظمة الصحة العالمية World Health Organization، فأرجعت الإعلان عن الوباء 3 شهور من كان الوباء مبتدي في 2019، تم الإعلان عنده في مارس 11 مارس 2020. وكل علماء الفيروسات تقريبا أجمعوا على أن لو كان تم الإعلان عن الوباء 3 شهور قبلها كان حجم الكارثة تقلص إلى، وافتح ودنك معايا، 5% فقط. يعني كان كل الإغلاقات اللي حصلت في العالم والخسائر المروعة اللي احنا فيها دي تم تقليصها ولم تحدث. ده أسباب ليه الصين نجحت حيث فشل العالم الأول، للسببين دول. النقطة الثالثة، موقف البشر تجاه اللقاحات. الحقيقة موقف البشر تجاه اللقاحات يمكنني يعني ملاحظة موقفين. المجموعة الأولى من البشر، الناس اللي هم يعني تطوعوا، النبلاء اللي تطوعوا للتجارب السريرية الإكلينيكية، عشان لأول مرة في تاريخ البشر نخرج 6 لقاحات في أقل من سنة، اللي لولاها ما كناش نشوف الضوء في نهاية النفق وإن احنا هنخرج من هذه الأزمة. ومنهم على فكرة ناس يعني يوجد ناس مرموقون عملوا الحكاية دي، منهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وناس كتيرة في كل دول العالم اشتركوا في التجارب السرية مش فقط وافقوا عليها. ودول بالإضافة طبعا إلى جنود الجيش الأبيض اللي هم بيتصدوا في الفرونت لاين للوباء، أقول لهم كل الاحترام والتقدير. المجموعة الثانية بقى على النقيض، من مروج الشائعات حول الوباء واللقاحات والعلاجات، وللأسف هذه المجموعة بتشمل عدد من المثقفين بل والأطباء. فبالنسبة للوباء يقول لك ما فيش وباء خالص، ده عبارة عن حروب الجيل الخامس، ده عبارة عن الفايف جي بينقلوا فيها. وبعدين بالنسبة للقاحات يقول لك اللقاحات دي ما ده معمولة أساسا عشان يزرعوا اللي هم عبارة شرائح مدمجة في البشر عشان يراقبوا تصرفاتهم. ويقول لك حتى انت لو جبت في مكان الحقن وحطيت هتلاقي مغناطيس، هتلاقي فيه انجذاب، يبقى معناه ان فيه هنا شريحة. وطبعا عشان ما فيش فايزر في بلادنا العربية فيقول لك جربها على الناس اللي واخده فايزر هنا. في طبعا ناس يعني زي ما بقول اذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل، اجرب ايه يا جماعه؟ لكن في ناس مجانين جربوا، طبعا ما فيش كلام الفارغ ده، لا مغناطيس ولا غيره، اي كلام. وبعدين بقى في العلاجات اسمع بقى يعني ما يضحك، عصير برسيم، شلولو، كرومونيوم، حاجات غريبه جدا. ويصل الامر ان انا دكتور يعني معتبر صديقي يقول لي انا باخد كعلاج دواء الجرب، فقلت له ويعني خفيت الحمد لله، قال لي خفيت من ايه؟
قلت له من الجرب. قال لي لا انا ما عنديش جرب، انا عندي كوفيد 19. قلت له ما انت عندك كوفيد 19 بتاخد دواء جرب ليه؟ اي حاجه، ما فيش حاجه، في حاجه اسمها evidence based medicine تم تجاهله تماما. الناس اللي عامله هذه الاشاعات بقول لهم اول مقوله: يفوز باللقاح كل مغامر ويموت بدونه كل جبان. لازم كلنا ناخد لقاحات، في ناس تطوعت عشاننا وام احنا حتى يعني نقصر في اخذه. انا عرضت ان انا ابقى اشترك في المجموعه دي بس طبعا لكبر سني استثنوني. ثانيا، حضرتك ما بتاخدش اللقاح بس عشان نفسك، انت بتاخده للاخرين عشان تمنع انتشار العدوى، لان في ناس زي ما هنقول ما يقدروش ياخدوا اللقاح لاسباب خاصه. لكن لما احنا نطعم ونلقح من 60-75% حتى الناس دول هيبقوا في حاله حمايه، فكون ان انا اقدر اخد اللقاح وامتنع وبالتالي اعرض الاخرين للخطر، لهؤلاء اقول ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. احنا بناخد عشان الاخرين كمان، فدي نقطه في منتهى الاهميه. نيجي بقى للموضوع الاساسي في الحلقه وهو العشرين سؤال. اول سؤال: لماذا يرفض البعض اللقاحات؟ ده السؤال الاول، لثلاث اسباب: التخوف، التحور، التجبر. ايه التخوف؟ ان في ناس عندها تخوف وده مفهوم، لان في ضبابيه في المعلومات، وعشان كده بنعمل هذه الحلقه. الحلقه دي مش فقط للعوام الناس وانما الاطباء عشان يعرفوا كل معلومات حوالين اللقاحات. طب بسبب التحور، ناس يقول لك طب لو تحور شديد يبقى اللقاح ده مش نافع. يا اخي لسه ما تحورش هذا التحور الشديد والذي لا يدرك كله، لا يترك كله. وطبعا الحاجه السخيفه اللي هي التجبر بتاع دول العالم الاول وعلى راسهم امريكا التي تتكلم عن حقوق الانسان، انها محتفظه عندها ثلاث لقاحات وداخلين في الرابع، ومع ذلك حجب معظم اللقاحات عن بقيه دول العالم. تصور انها بتطعم المراهقين من 12-16 سنه اللي هم الفئات الاقل عرضه، وسايبه في دول العالم الناس اللي هي فوق سن 65 اللي هم الفئات الاكثر عرضه، وده تصرف لا اخلاقي. طيب السؤال الثاني: ما هي أهمية اللقاحات؟ اللقاحات مهمة للمجتمع وللفرد. للمجتمع إن قلنا ده الوسيلة الوحيدة للوصول إلى مناعة القطيع عشان خاطر ننهي هذا الوباء بإذن الله في دول العالم الأول في 2021 وفي العالم الثالث في 2022. نمرة اثنين: عشان نمنع انتشار العدوى، إن كل ما انتشرت العدوى الفيروس هيتحور وبالتالي هيبقى مقاوم للقاحات وهنضطر نعمل لقاحات جديدة. طب نيجي بالنسبة للفرد، ليه لازم أنا أخذ؟ لأنه لما أخذ اللقاح وأبقى fully immunized يعني واخد مناعة كاملة، حتى إذا جالي المرض في الأغلب لن يكون هناك أعراض أو أعراض طفيفة، وطبعا والأهم بيحمي الإنسان من الوفاة بسبب المرض. نمرة اثنين: حاجة اسمها شهادة للتلقيح. كل واحد بعد ما هيبقى fully immunized هيدوله شهادة، الشهادة دي تقول ان الشخص ده خد لقاح وبالتالي يمكنه السفر في الطائرات، يمكنه استخدام المواصلات العامة، يمكنه انه يروح في الانشطة اللي فيها غرباء معاه. والكلام ده انا قلته من شهور وابتدت بنسمع كل الناس بتاخد بيه دلوقتي واحدة ورا التانية، دي حاجة مهمة جدا. طيب السؤال الثالث: طب ليه ما نسيبش المناعة الطبيعية، المناعة القطيع للعدوى؟ يعني نسيب المرض ونتعدي كلنا وناخد مناعة القطيع. طبعا ده تفكير كارثي، لانه انت عشان تصل مناعة القطيع في حالة الكوفيد 19 لازم يصاب 65% الى 70%، وده هيؤدي الى كارثة اجتماعية اقتصادية. هيحصل ضغط، ناس كثيرة جدا هتعيا في وقت قليل، مش هيطقها الانظمة الصحية لا كمقدرات ولا كفلوس فاينانس. نمرة اثنين: هيحصل كارثة صحية. انت لما يصاب عندك يعني معظم البشر في البلد، واحنا عارفين نسبة الوفاة 1%، تخيل لما بلد يموت فيها 1%. يعني لو طبقنا دي على بلد مثلا تعدادها مليون، يموت 100 مليون، يموت مليون. في الولايات المتحدة الأمريكية 330 مليون، يموت بقى في هذه الحالة 3,300,000، شيء غير مقبول. السؤال الرابع وهو السؤال الأهم: اللقاح ازاي بيعمل حماية؟ تعال نتكلم الاول على نسب الحماية. في حالة الفايزر والموديرنا واسترا
زينيكا بعد الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 بيبقى عندهم وقاية افتح ودنك بعد الجرعة الثانية 95%. طيب واللي هم تحت سن 18 100% وقاية. طب لو انا خدت جرعة واحدة بس بعد مدة معينة هقولها دلوقتي حالا هتبقى الوقاية حسب دراسة عملوها في ساوث كوريا من الثلاثة دول بسبب الثلاثة دول اللي هم فايزر وموديرنا والأسترازينيكا 87% حتى مع الجرعة الأولى، حاجة شيء جميل خالص. طب تعالى بقى الجونسون اند جونسون اللي هو جرعة واحدة نسبة الوقاية 66%، وبعدين من انك تدخل المستشفى وبالتالي إصابة شديدة بتبقى 85%. أما بالنسبة للقاحين الصيني والروسي فأقل قليلا بس برضو نسبة عالية جدا في الثمانينات، ولكن لها لسه مش محددة. طيب السؤال دلوقتي امتى هيحصل هذا الكلام؟ بعد الجرعة الأولى بثلاث أسابيع. اوعى تنسى الأهم بقى إن معظمهم عندنا جرعتين، بعد الجرعة الثانية بأسبوعين، يبقى الثانية أسبوعين، الأولى بعد ثلاث أسابيع هتاخد الإميونتي دي، مش أول ما بتاخد لقاح تاخد الإميونتي. الجرعة الأولى ثلاث أسابيع والجرعة الثانية أسبوعين. طب الفاصل الزمني ما بين الجرعة الأولى والثانية لأن في قصور في اللقاحات مفروض أن لا يزيد عن ست أسابيع. سؤال خامس، طيب لماذا يتم تطعيم المراهقين من سن 12 ل 16؟ وابتدت في أمريكا حتى وحجبوا اللقاحات عن بيت الدنيا بيطعموا المراهقين وما بيطعموش الناس الكبار بره، مع أنهم فئة أقل تضررا. ذلك لسببين، عشان هم أقل تضررا وأقل إصابة، يقللوا من انتشار العدوى والمراهقون دول يعودوا إلى حياتهم الطبيعية بقى بدون ماسكات بدون تباعد اجتماعي. طب ليه ما يتمش نفس الكلام بالنسبة للأطفال تحت 12 سنة؟ لثلاث أسباب، قلة قلة قلة، قلة اللقاحات، قلة إن هم يعني فرصة إن يحصل لهم مضاعفات، وبعدين في حاجة تاني قلة المعلومات إن إحنا ما جربناهمش، ما لم يتم تجربة اللقاحات على هذه الفئة العمرية. فده كان السؤال الخامس. نيجي بعد كده لمجموعة الأسئلة من 6 إلى 11 وهي بيتهموكوا أكتر اللي هي مدار اللقاحات. طبعا أكتر حاجة عاملة قلق للناس هي فكرة الجلطات الدموية، ده إحنا في السؤال السادس وهجاوب عليها في 5 نقاط. النقطة الأولى، أنهي أنواع هي اللي بتحصل معها أكتر جلطات دموية؟ الأسترازينيكا وجونسون جونسون. طب النقطة الثانية، نسبة الحدوث، هنا بقى افتح ودنك كويس قوي عشان الناس اللي بتعمل تخوفات لا معنى لها، من فضلك افتح ودنك. 7 في المليون، في كل مليون شخص 7 بس اللي ممكن يحصل لهم هذه الجلطات. طيب وفين؟ في السيدات تحت سن 50 سنة. طب السيدات فوق سن 50 سنة او في عموم الرجال النسبة اكثر ندرة، يعني اقل من 7 في المليون. طيب زمن الحدوث، يعني نتوقع انا خدت التطعيم ممكن الجلطات تحصل في حدود قد ايه؟ زمن الحدوث بيبقى عبارة عن في حدود اول 3 اسابيع بعد اخذ الجرعات. طيب نيجي بعد كده الاعراض بتاعت القصة دي، تعال نشوف ايه الاعراض بتاعت اللي بتحدث مع الجلطات. نهجان، الم مستمر في المعدة، الم في الصدر، صداع او زغللة في البصر يا مستمرة يا شديدة، تورم في الارجل، سهولة حدوث الكدمات او وجود بقع حمراء صغيرة في مناطق في الجلد مش في الحتة اللي خدت فيها. دي تقول ان انا دي اعراض الجلطات. طب النقطة الخامسة، التعامل معها، يتعاملوا معها ازاي؟ زي ايه جلطة دموية؟ مش صعبة ان احنا بيدوا مزيل للجلطة او بيدوا مانعات للتجلط، فده اللي بيعملوا مزيل للجلطة لو كانت في حتة مهمة او مانع للتجلط في العموم، فالتعامل معها سهل. طب واحد يقول لي حتى في هذا المضمار، طب انا اخد حتى اسبرين اللي هو اقل حاجة بتمنع التجلط عشان اتحاشى الحكاية دي. طب الارقام لا تكذب، انا بقول لك النسبة في النساء فوق سن 50 7 في المليون، وفي عموم الرجال وفي النساء في النساء تحت سن 50 7 في المليون، في النساء فوق سن 50 او في عموم الرجال النسبة اقل من ذلك. انت حضرتك لو خدت اسبرين احتمال ان يحصل لك جاسترو انستينال بليدنج نزيف في الجهاز الهضمي بيصل الى
كل سنه في الناس اللي بياخدوا اسبرين 1500 تقريبا في كل مليون. انا بتكلم يبقى انت هتعرض روحك عشان خاطر ما يحصلكش جلطه. 7 في المليون تاخد اسبرين اللي قلنا في السنه، في السنه عشان ابقى الكلام دقيق، 1500 حاله في كل مليون. زي ما بقول هذه الحلقه تفيد عموم عوام الناس وتفيد الاطباء، يسمعوني فيها كويس. نيجي السؤال السابع، طب ايه الاعراض الجانبيه المحتمله لعموم اللقاحات؟ هنا هتكلم في 4 نقط. 1، ايه هي؟ ايه الحاجات دي؟ الاعراض هي عباره عن في مكان الحقن هلاقي فيه الم او احمرار او تورم، ارتفاع في درجه الحراره ورعشه، دي حاجه، اجهاد، صداع، الم في العضلات او في المفاصل، غثان نفسه وقيء، وبعدين احساس بان انا انوال يعني مش كويس، ونادرا ما يحدث تضخم في الغدد الليمفاويه. طب متى تحدث هذا الكلام؟ 3 ايام بعد ما تاخد اللقاح، ولا تدوم لاكثر من يوم ليومين. خد بالك يعني تحصل عندك 3 ايام تحصل فيها وما تدومش اكثر من يوم ليومين، وهقول اهميتها دلوقتي. ليه؟ لان التداخل مع الكوفيد، ما هديش بعض الاعراض دي هي اعراض الكوفيد. طب اعرف بقى دي اعراض اللقاح ولا اعراض الكوفيد؟ وبقول للاطباء اهو، لو انها حدثت بعد 3 ايام من التطعيم او قعدت اكتر من يوم ليومين، يبقى غالبا دي الشخص اتلقح بس خد كوفيد قبل ما ياخد المناعه. دي اجابه هذا السؤال. نيجي السؤال الثامن، طب ممكن انا بقى ده ما هاخد اللقاح ان انا اخد مسكن للالم بصوره احترازيه؟ ايه رايك عشان ما يجيليش اي الام ولا اجهاد ولا صداع ولا الكلام ده؟ الاجابه لو خدته قبل ما تاخد الجرعه، ربما ما عندناش تاكيد، يمنع فعاليه اللقاح، فما تعملش كده. وبعده ما تاخدش بعده غير لو فيه هذه الاعراض، ما تاخدش اي دواء بدون اعراض. السؤال التاسع، هل يمكن ان يتسبب احد اللقاحات في الاصابه بكوفيد 19؟ يعني اللقاح هو اللي يديني المرض؟ الاجابه طبعا لا، لا يمكن لقاح هيعمل الحكايه دي. لكن هنقول في سؤال اخر، طب هل ممكن بعد اللقاح اخد كوفيد 19؟ الاجابه ممكن اخد كوفيد 19، لسبب ان لسه ما حصلتش المناعه. ما احنا قلنا المناعه بتحصل بعد الجرعه الاولى ب3 اسابيع، وبعد الجرعه الثانيه في الحاجات اللي فيها جرعه ثانيه ب2 اسابيع، فممكن ما خدش مناعه. مش اول ما باخد لقاح باخد مناعه تحصل لي الحكايه دي. او احنا قلنا ان المناعه ما هياش 100%، في نسبه قليله جدا يعني ما فيش مناعه، مش المناعه 95%. طب في 5% في فايزر واسترازينيكا وموديرنا ما خدوش مناعه، ممكن ياخدوا، بس ما تخافش في الحاله دي هيبقى ما فيش اعراض خالص، يا اعراض طفيفه وما فيش وفاه باذن الله. طيب سؤال 10، الحساسيه المحتمله من اللقاح، هنا هتكلم عليها في 3 نقط. ايه الاعراض بتاع الحساسيه دي؟ في اعراض شديده، ان تلاقي ضيق في التنفس وتزييق في الصدر، وبعدين ورم في العين وفي الشفايف وفي اللسان، دي اعراض شديده. او ممكن اعراض طفيفه، ان الجلد يحصل فيه شويه احمرار وميل للهرش وحاجات من هذا القبيل، مش في مكان الحقن. يعني الكلام ده كله ما يحصلش في مكان الحقن. طيب السؤال بقى بعد كده، ده بيحدث امتى؟ بيحدث بعد 4 ساعات من الجرعه الاولى. طيب في هذه الحاله بقى نعمل ايه لو حصل هذا الكلام؟ التصرف كالاتي، 1، ان حتى لو انت خفيت من هذه الاعراض يعني راحت لوحدها، من فضلك لازم تخلي طبيب يشوفك، دي حاجة. 2، انه اذا حصلت بعد الجرعة، يعني خدت الجرعة الاولى وحصل لك هذا الحساسية دي، من فضلك ما تاخدش الجرعة الثانية من نفس اللقاح، يبقى تاخد نوع اخر. فدي نقطة مهمة جدا، دي الحساسية المحتملة من اللقاح. نيجي نمرة السؤال 11، وفي مدار اللقاحات، هل في أعراض جانبية ممكن تبقى طويلة الأمد ما اكتشفناهاش؟ أولاً الكلام ده ينطبق على أي عقار، مش معناه إن إحنا نقعد نستنى ما ناخدش العقارات لمدة عقود عشان يمكن يحصل أعراض جانبية. ولكن الإجابة عشان أحب إن نبقى علمياً بنتكلم مظبوط، إن معظم اللقاحات، واللقاحات دي حاجة مجربة من أكثر من 200 سنة، لم تؤدي اللقاحات الموجودة يعني الى اعراض جانبيه طويله الامد. طب فكره بقى يقول لك، طب ده في
لقاحات جديدة اللي هي الموديرنا والفايزر بتستخدم مرسال الحمض النووي المسنجر ار ان ايه، وده جديد ممكن تأثر على الكود الوراثي اللي هو الدي ان ايه. الإجابة قلتها وبعيدها تاني، الكود الوراثي اللي هو الدي ان ايه ده موجود في النواة، في النواة. مرسال الحمض النووي بتاع فايزر بتاع موديرنا ده ما بيدخلش النواة، ده موجود في السيتوبلازم، فلا يمكن يؤثر على الكود الوراثي. نيجي بقى إلى أسئلة أخرى، وهي من السؤال الثاني عشر إلى السؤال رقم 20، ناخدهم مع بعض. السؤال الثاني عشر اللي هي أمراض الحساسية، هل الناس اللي عندها أمراض الحساسية ممكن تاخد اللقاحات دي؟ سؤال. أولا عشان أقول إن أنا الحساسية دي قد تمنعني من أخذ العقار، لازم تبقى حاجة من ثلاثة: حساسية لفاكسين، يعني خدت فاكسين وعمل لي حساسية، أو حساسية لعقار بيتاخد بالحقن، أو حساسية شديدة جدا اللي هي بتعمل ضيق في النفس وتزيق وزي ما بقولنا ورم في العين والشفاه والطنك، دي اللي ممكن تخليني ما اخدش هذا اللقاح. طب في هذه الحالة أعمل إيه؟ لو أنا عندي هذا النوع من الحساسية، ما حدش قال لك مش هتاخد الفاكسين، هتاخده برضه بس تحت إشراف طبي. دي واحد. ليه تحت إشراف طبي؟ لأن الدكتور هيشوف الحساسية اللي بتحصل لك هل من مواد مماثلة للمواد اللي إحنا بنحطها على اللقاح؟ ما إحنا ما بنديكش اللقاح لوحده، حاطينه خلطينه بمواد تانية، فلازم يبقى فيه تداخل منها. أنت مش لما تبقى حساس لحاجة تبقى حساس لكل الدنيا، مفيش كده في الدنيا. تلاتة، ان اي واحد بياخد اللقاح عادي ما عندوش حساسيه بيستنى ربع ساعه. حضرتك لانك عندك حساسيه شديده او حصل لك حساسيه بتستنى نص ساعه، وايفن بنقول لك اتمشى حوالين المكان لمده 4 ساعات لاقصى حاجه ممكن تؤدي الى هذا الكلام. طب ولو حصل لك الحساسيه بقى، يعني بعد ده كله حصل لك حساسيه بعد ما اديناك الجرعه الاولى من اللقاح، الجرعه الثانيه ما يبقاش نفس اللقاح، وهي كومون سنس. طيب السؤال اللي بعد كده، مرضى الأمراض المزمنة هل ياخدوا اللقاح ولا ما ياخدوهوش؟ ياخدوا اللقاح، يعني كده واضحة ياخدوا اللقاح، ما عدا مرضى نقص المناعة ومرضى المناعة المكتسبة، يعني في عندهم خلل في المناعة ياخدوا اللقاح برضو بس بعد استشارة طبيب مناعة، في الأغلب برضو هياخدوا هذا اللقاح. طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال 14، واحد جاله كوفيد ياخد لقاح وما ياخدش؟ ياخد لقاح. طب ليه ياخد؟ ما هو جاله كوفيد المفروض تديله مناعه. واحد، لان الجرعه في المرض بتبقى جرعه غير محسوبه، ممكن تبقى جرعه صغيره، وشفنا ناس كتير بيجي لها كوفيد ويرجع يجي لها تاني بعد ما تخف، يعني ما خدش مناعه كافيه ومناعه مش محسوبه، فعشان كده لازم ياخد. طب امتى ياخد؟ اسمعني كويس قوي، بعد زوال الاعراض باسبوعين يبتدي ياخد الكلام ده. طيب السؤال الخامس عشر جاوبناه، هل ممكن وانا واخد اللقاح يجيني كوفيد 19؟ قلنا في حالتين، انت بتاخد المناعه بعد الجرعه الاولى بثلاث اسابيع وبعد الجرعه الثانيه باسبوعين، ففي الفتره اللي لسه المناعه ما وصلتش الى قمتها ممكن تاخد اصابه، لكن مش اللقاح اللي اداك الاصابه. او ان قلنا اللقاح لا يعطي مناعه بنسبه 100%، غير قلنا في الاسترا زينيكا والموديرنا وفايزر في اللي تحت سن 18 سنه، من 12 الى 18، في الباقيين 95%، فممكن تاخد، بيسموها في هذه الحاله فاكسين بريك ثرو كيسز، وبتبقى حالات خفيفه وما بندخلش المستشفى ولا تؤدي الوفاه. السؤال السادس عشر، طب المراه الحامل او اللي ناويه تبقى حامل او المرضعه تاخد يعني اللقاحات؟ الإجابة ما فيش أي علاقة بالحمل والرضاعة واللقاحات، ياخدوا حتى لو تبقى حامل. وهقول لك جابوها إزاي. إحنا لما عملنا التجارب على آلاف من البشر كان بعضهم دون أن نقصد كانوا حوامل وخدوا اللقاح اللي هم المتطوعون اللي بنجرب عليه، ما حصلش أي حاجة. طب السؤال السابع عشر، هل في علاقة بين الخصوبة الجنسية وبين اللقاحات؟ الإجابة قطعا لا، ما فيش أي علاقة، عشان الإشاعات دي لا يجب ترويجها. السؤال الثامن عشر، طب في الخلاصة من يجب ومن لا يجب أن يأخذ اللقاح؟ الإجابة الجميع ياخذوا اللقاحات ما عدا الأطفال تحت 12 سنة، لأن قلنا لأن ما جربناش عليهم،
ولقلة احتمال يعني يجي له حاجة لأنه هم الأقل تضررا. وبعدين بعض أمراض الحساسية مش كلهم، ده بعد استشارة الأطباء بتاع الحساسية. وبعدين خصوصا إلا في حالة واحدة في الحساسية، لو حصلت لك من الجرعة الأولى يبقى ما تاخدش الجرعة الثانية من نفس اللقاح، تاخد لقاح آخر. وأمراض المناعة اللي هم عندهم نقص في المناعة أو المناعة المكتسبة بعد استشارة أطباء المناعة. طب السؤال 19 قبل الأخير، التحورات واللقاحات، هل التحورات هتخلي اللقاحات أقل فعالية؟ حقيقة الأمر أنه اللقاحات أوريدي أقل فعالية قليلا على التحورات المختلفة، لكن ستيل بتمنع الإصابات الشديدة والدخول المستشفى والوفاة. طب في حالة إذا ما حدث تحور شديد واللقاح أصبح غير فعال، هنضطر نديك جرعة محفزة متطورة. يعني إيه؟ يعني مغيرين تركيبها شوية عشان تواجه بالضبط التحور الجديد، فما تخافش من الحكاية دي خالص. طيب السؤال الأخير دلوقتي، طب أنا أخذت تطعيم وبقيت فولي إيمونايز، الإجراءات الاحترازية بقى هتتوقف إمتى؟ الإجابة هتتوقف الإجراءات الاحترازية اللي هي زي الماسك والتباعد لما كل المجتمع أو كل العالم يقوم بمناعة القطيع. طب أنا خدت ولسه العالم ما وصلش، بس أنا خدت عندي مناعة كاملة، أعمل إيه؟ يبقى في هذه الحالة ممكن توقف الإجراءات الاحترازية من أهل البيت، الهاوس هولد، الناس القريبين ليك، لكن مش مع الغرباء. لكن تستمر في الإجراءات الاحترازية حسب ما الدولة هتقرر، نمرة واحد، ونمرة اتنين في حالة لما تبقى موجود مع غرباء في طيارة، في مواصلة عامة، في مكان ضيق في عدد من البشر، أو لو واحد أنت متأكد أنه هو مريض أو متأكد أنه مخالط لمريض تعمل الحكاية دي. وفي النهاية أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم مجددا أستودعكم الله وأشكركم، شكرا.